سؤال يقول فرص يعني قرض التعليم في جزء من الحكومة وجزء من المقاطعة. جزء الحكومة لا يوجد أي فوائد عليه، أنا أستطيع طلب هذا الجزء وحده، لابد أن أستلم القرض كاملا. هل يجوز أن أستلم القرض وأرد فلوس المقاطعة في نفس اليوم؟ فقط أبقي على الجزء الحكومي لأنه الجزء الأهم والأكبر من القرض وليس عليه أي فوائد. أرجو أن لا حرج فيما ذكرت، وأن يسعى كما ذكرت للحاجة البينة والمصلحة الواضحة الراجحة. زادك الله حرصا وتوفيقا يا بني، اللهم أمين.